الأخبار من الرأي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. الحكومة تفتح باب تعويضات الأمطار والشركات المقصرة إلى المنع والنيابة. والأمطار تضرب مجددا وترفع حالة التأهب على وقع تنبؤات باستمرارها. أعلن بأنني نسقت مع الأخوة الأفاضل النواب فيصل الكندري والنائب الفاضل حميد السبيعي على الالتقاء، وتم الاتفاق على تقديم استجواب للأخ معالي وزير النفط. استجواب ثلاثي في انتظار وزير النفط. التشريعية توافق على منح الجنسية لغير المسلم وترفع الحصانة عن هايف. دولياً، خادم الحرمين الشريفين يدعو ولي العهد السعودي للتركيز على تنمية الشباب. وفي الاقتصاد، الجزيرة تطلق رحلاتها إلى نيودلهي اعتباراً من منتصف الشهر المقبل. قرارات حازمة اتخذها مجلس الوزراء اليوم في أول اجتماع عادي له عقب موجة الأمطار الغزيرة وما خلفته من آثار في البنية التحتية ومناطق سكنية حديثة، بين الحصى الموتى طاير في الشوارع وغرق مناطق حديثة الإنشاء. ففي شأن الحصى الموتى طاير، قرر مجلس الوزراء اللجوء إلى النيابة العامة بعد مناقشة تقريرين اللجنة البرلمانية واللجنة الفنية المشكلة في يونيو الماضي بشأن هذه الظاهرة. وعليه كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد بلاغ بإحالة المخالفات والشبهات الواردة في التقريرين، مصحوبة بالأدلة والأسانيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسبب في هذه المشكلة ومحاسبتهم. إلى ذلك، قرر المجلس استبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض. إلى ذلك، فقد وجه مجلس الوزراء بإعداد نماذج لطلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن موجة الأمطار، وحدد الهيئة العامة للتعويضات مقرا لاستقبالها. ويأتي ذلك في سياق قرار بتكليف فريق لمتابعة ومعالجة تداعيات الأمطار والسيول برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وعضوية عدد من الوزارات والإدارات ذات العلاقة. التفاصيل في التقرير التالي. قرر مجلس الوزراء تكليف فريق لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وعضوية كل من وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة، وزارة المالية، وزارة الكهرباء والماء، إدارة الفتوى والتشريع، بلدية الكويت، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، للقيام بالمهام التالية. أولاً،
إعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها، والتأكد من سلامتها وضمان صلاحيتها للاستخدام لتمكين أصحابها من العودة للسكن فيها وتأمين مقومات الاستمرار لها، وذلك مع توفير السكن الملائم لحين الانتهاء من ذلك. ثانياً، تحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وسبل محاسبتهم أفراداً وشركات. ثالثاً، تقييم التجربة ولوائح التعامل مع مثل هذه الأحداث ودور كل جهة والإجراءات التي تمت في مواجهتها. رابعاً، إجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها. خامساً، الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة واستخدام الخبرات العالمية المتخصصة لتقييم كفاءة الإجراءات القائمة وتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض لمثل هذه الحوادث مستقبلاً. سادساً، إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع القادم، وتخصيص مقر الهيئة العامة للتعويضات سابقاً لهذا الغرض ليتم اتخاذ اللازم في شأن سبل الدعم الممكنة للمتضررين. وفي تلك الأثناء شهدت مناطق عدة في البلاد أمطارا غزيرة خلال الساعات الماضية، فيما قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني عبد العزيز القراوي إن فرصة هطول الأمطار المتفرقة ستستمر حتى نهار يوم غد بكميات متفاوتة. ووسط هذه الأجواء دعت وزارة الداخلية قائد المركبات إلى أخذ الحذر نظراً لتساقط الأمطار في بعض المناطق، مؤكدة إلى أن غرفة عمليات هاتف الطوارئ 112 مستعدة لتلقي أي بلاغات للتعامل معها عند الضرورة. استجواب ثلاثي لوزير النفط بخيت الرشيدي أعلن العزم على تقديمه النائب خليل عبد الله بمشاركة النائبين الحميد السباعي وفيصل الكندري. وقال النائب خليل عبد الله إنه قرر تقديم الاستجواب بعد تأخر الحكومة في تقديم التقرير الخاص بلجنة التحقيق التي شكلت بعد استجواب الرشيدي، وهو التقرير الذي كان من المفترض تقديمه يوم أمس. في جلسة الثلاثاء الماضي بتاريخ 13 نوفمبر من 2018 تقدمت برسالة إلى الأخ معالي رئيس مجلس الأمة بإلزام الحكومة بتقديم التقرير الخاص بلجنة التحقيق التي شكلت بعد استجواب الأخ معالي وزير النفط السيد بخيت الرشيدي، وطلبنا نسخة من هذا التقرير، وبعد مداولة وحديث المجلس واطلاع المجلس والحكومة على هذه الرسالة صدر قرار من مجلس الأمة بأن تقوم الحكومة بتقديم هذا التقرير إلى مجلس الأمة يوم الأحد. اليوم يوم الأثنين وإلى الآن لم يقدم هذا التقرير، لذلك أعلن بأنني نسقت مع الأخوة الأفاضل النواب فيصل الكندري والنائب الفاضل حميد السبيعي على الالتقاء، وتم الاتفاق على تقديم استجواب للأخ معالي وزير النفط بعد استجواب سمو الرئيس على أن نجتمع، ودون شك من محاور هذا الاستجواب رفض تقديم هذا التقرير وعدم إطلاع النواب بما جاء في هذا التقرير ومحاولة إخفاء هذا التقرير. على صعيد ذي صلة، نقلت الراية الإلكترونية عن مصادر أن تقرير لجنة التحقيق الحكومية في استجواب وزير النفط تم تسليمه للأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم من قبل مجلس الوزراء، وكان مجلس الأمة ألزم وزير النفط بتقديم تقرير لجنة التحقيق الوزارية بشأن ما ورد من مخالفات جسيمة في الاستجواب الأخير المقدم له بحد أقصى أمس الأحد.
رسالة برلمانية إلى الحكومة وجهتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، مفادها ضرورة الالتزام بقانون ديوان المحاسبة والتعاون معه وعدم عرقلة أعماله. الرسالة نقلها عن اللجنة مقررها النائب رياض العدساني عقب اجتماعها الذي ناقش كتابين لديوان المحاسبة، أحدهما في شأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية عن القيام بأعمال الرقابة المكلف بها المحاسبة، أما الكتاب الآخر حول تكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية لأعمال استشارية بالأمر المباشر. رسالة اللجنة هي كالآتي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التابعة لها، التعاون مع ديوان المحاسبة وإعطاء الأحقية في الرقابة والتفتيش وفحص السجلات المحاسبية وتدارك المخالفات المالية والإدارية، ونؤكد أن يفترض على ديوان المحاسبة تحقيق الرقابة وعلى الجهات الحكومية وكذلك الشركات التابعة لها التعاون مع ديوان المحاسبة وعدم عرقلة أعماله، وأكرر التعاون مع ديوان المحاسبة وإعطاء الأحقية الكاملة لفحص السجلات بالإضافة إلى تلافي ومعالجة المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية فقد وافقت على منح الجنسية الكويتية لغير المسلم وتعديل القانون السابق الذي يشترط أن يكون مسلما من يحصل على الجنسية، وذلك لتحقيق العدالة. من جهة ثانية، رفضت اللجنة بالإجماع طلبين لرفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل وخالد الشطي في قضيتي جنح، فيما قررت بأغلبية الحضور الموافقة على طلب رفعها عن النائب محمد هايف في قضية جنح. وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبد الله إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى رأي الفضل والشطي في القضيتين المرفوعتين ضدهما وغادر الاجتماع عند التصويت، فيما تم الاتصال بمحمد هايف وتوجيه كتب له لكي يحضر الاجتماع ويبدي وجهة نظره في القضية المرفوعة ضده، لكنه لم يرد. أعلنت المحكمة الدستورية تحديد جلسة بتاريخ 25 من شهر نوفمبر الجاري للنظر في الطعن المباشر في عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وكانت المحكمة قد أعلنت مطلع الشهر الحالي تحديد غرفة مشورة في 14 من الشهر، تأجلت إلى جلسة اليوم لنظر الطعن المباشر المرفوع من أحد المواطنين من ناخبي الدائرة الثالثة. وقالت المحكمة آنذاك إن الطعن قدم بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة، وذلك فيما اشتملت عليه من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه. أعلن الشيخ أحمد الفهد التنحي مؤقتا عن أدواره ومسؤولياته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية وكرئيس للجنة التضامن الأولمبي في انتظار نتيجة جلسة استماع لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية. في شأن آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أهمية الاتحاد الهندسي الخليجي في تعزيز دور المؤسسات المتخصصة وإعداد التشريعات وقواعد مزاولة المهنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وخلال احتفالية جمعية المهندسين بمرور 20 عاما على تأسيس الاتحاد، أشادت الصبيح بدوره في رعاية المهندس الخليجي ورفع مستواه الفني والمهني ومواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال عمله. مرور 20 عاما على تأسيس الاتحاد الهندسي الخليجي
هذه المنظمة الخليجية المهنية التي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الهندسية الخليجية من خلال المشاركة في إعداد التشريعات الهندسية، الأنظمة، القوانين، بالإضافة إلى قواعد مزاولة المهنة، وأيضاً من خلال الحفاظ على الأخلاق والفضائل وتعزيز المستوى الوظيفي لتلبية متطلبات البناء والتنمية ورعاية المهندس الخليجي والعمل على رفع مستواه الفني والمهني بالإضافة إلى رعاية شؤونه. ربع قرن في خدمة الوقف، الأمانة العامة للأوقاف تحتفل بالملتقى السنوي 25 والذي يقام برعاية سمو ولي العهد، حيث قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن مساهمات الأوقاف في مساعدة الفقراء والمنكوبين في شتى أنحاء العالم تعزز موقع الكويت كمركز إنساني عالمي، لافتا إلى جهودها في إغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب في مختلف دول العالم بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية الكويتية. إن الأمانة العامة للأوقاف التي أتمت عامها 25 منذ تأسيسها لخدمة الوقف ورعايته وتحقيق أهدافه لتفخر بها الكويت كجهة رسمية، حققت بفضل الله أولاً، ثم بفضل الواقفين ثانياً، ثم بفضل العاملين بالأمانة والداعمين لها ثالثاً، حققت إنجازات ضخمة في العديد من المجالات داخلياً وخارجياً، خاصة المتعلقة بخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن أبنائه، ومثلت نقلة نوعية للعمل الوقفي في الكويت، وخطوة حكومية رائدة للنهوض والارتقاء به في شتى مجالاته. وقد وفقت الأمانة بفضل الله في اختيار شعار هذا الملتقى ربع قرن في خدمة الوقف. وعلى درب العمل الإنساني الكويتي الممتد، تطلق الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مبادرة إطعام مليار جائع حول العالم. فقد أعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أن المبادرة سترى النور خلال أعمال المؤتمر السنوي 8 للشراكة الفاعلة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل، والذي سينطلق الأسبوع المقبل برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحت شعار إنسانية واحدة ضد الجوع. أهم أهدافنا لهذا المؤتمر هو إبراز الوجه الإنساني المشرق والدور على المستوى العالمي اللي تقوم فيه الكويت في مجال خدمة الإنسانية على كل المستويات والمحافل الدولية الحكومية والشعبية. فكرة هذا المؤتمر انطلقت في فبراير الماضي، ليس في الكويت، انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن. كان هناك مؤتمر للتحالف بين الأديان والعمل الإنساني المشترك بين الأديان، حضره معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي نهاية المؤتمر ظهرت فكرة مبادرة إطعام مليار جائع، وتبناها معالي رئيس الهيئة وقال أن الكويت هي الأولى باستضافة هذه المبادرة والعمل على إنجاحها. بدورها تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملة الشتاء الدافئ الإغاثية لصالح الأشقاء السوريين في الدول المجاورة لسوريا من خلال مقر الحملة لهذا الأسبوع في مجمع الكوت. نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي قال إن الجمعية اعتادت إطلاق هذه الحملة سنويا مع حلول فصل الشتاء من كل عام لمساعدة الأسر المتعففة قبل أن تزيد الظروف الجوية من معاناتهم في ظل عدم توافر الاحتياجات اللازمة.
في المملكة العربية السعودية أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وقال إن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة. وفي كلمته بافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، قال الملك سلمان إن وقوفنا إلى جانب اليمن واجب فرضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، مؤكدا دعم التوصل إلى حل سياسي. وأضاف الملك سلمان أن النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، ودعا المجتمع الدولي للعمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار. وعلى الصعيد المحلي السعودي، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المواطن السعودي هو المحرك الأساسي للتنمية، وقال وجهنا ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد. إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عمدا للإنجاز وأمر المستقبل، والمرة فيها شريك ذو حق ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة. أيها المجلس الموقر، يقوم جنودنا البواسل بواجب وطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن. ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب والقيام بدورها القيادي والتنويع في المنطقة ما يزيد من فرص الاستثمار. وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوق المشروع. إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خيارا بل واجبا اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعوم من إيران. هناك دعم الوصول إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. لقد ذهب النظام الإيراني على التدخل في شؤون داخل الدول الأخرى ورعاية الإرهاب وإثارة الفوضى والخراب في عديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد برامج النظام الإيراني النووي. ارتفاع سعر سلة خامات أوبك، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. مجدداً أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. أعلنت شركة طيران الجزيرة بدء تشغيل رحلات منتظمة إلى العاصمة الهندية نيودلهي بواقع 4 رحلات ذهاباً وإياباً أسبوعياً اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل. وقالت الجزيرة في بيان إن إطلاق هذا الخط الجديد يأتي في إطار التوسع المستمر الذي تقوم الشركة من خلاله بخدمة قطاع الأعمال بين الدولة والجالية الهندية في البلاد. على ارتفاع المؤشر العام، أنهت بورصة الكويت تعاملاتها ب11 نقطة من خلال كمية التداول والتي بلغت 140,300,000 سهم بقيمة نقدية بلغت 13,800,000 دينار تمت عبر 4,813 صفقة. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 24.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3.6 نقطة.
قالت منظمة الدول المصدرة للنفط إن سعر سلة خاماتها ارتفع 72 سنتا ليصل إلى 66 دولارا للبرميل مقابل 65 دولارا و28 سنتا للبرميل. وذكرت نشرة وكالة أنباء أوبك أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر أكتوبر بلغ 79 دولارا و39 سنتا للبرميل مقابل 77 دولارا و18 سنتا في سبتمبر، الأمر الذي يشير إلى أن سعر السلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي سجل 69 دولارا و10 سنتات. الأسرة الرياضية تودع أحمد عبد الصمد، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. شيعت الأسرة الرياضية فقيد النادي العربي والرئيس الأسبق أحمد سيد عبد الصمد الذي وافته المنية مساء أمس، وتوافد الرياضيون من كافة أقطابها إلى مقبرة الصليبخات لوداع أحد رموز الرياضة الكويتية بشكل عام والقلعة الخضراء بشكل خاص إلى مثواه الأخير. وكان الفقيد قد حقق العديد من الإنجازات الرياضية للنادي العربي في فترة الثمانينات، رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يستضيف المنتخب الكويتي نظيره السوري يوم غد الثلاثاء على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة في مباراة ودية دولية تشهد اعتزال لاعب السلمية والمنتخب الكويتي السابق صالح البريتشي. وقال الكرواتي روميو جوزاك مدرب الأزرق الكويتي إنه وضع الخطة المناسبة للمباراة، مؤكدا أن مهمة الأزرق لن تكون سهلة في مواجهة منتخب قوي وجاهز بصورة كبيرة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا. وبين جوزاك أن الأزرق لا يزال يملك الوقت لمواصلة الإعداد في إشارة إلى ابتعاده عن المنافسات الرسمية، ومشددا على أن المواجهة ستكون مفيدة لفريقه. نتمنى الشفاء العاجل لأخونا اللاعب الكبير فهد العنزي، وإن شاء الله يرجع بأسرع وقت. بالنسبة للمباراة، أكيد المباراة تعتبر مهمة ضد المنتخب السوري الشقيق، وصدقني أي مباراة سواء ودية أو تكون بالتصفيات أو بطولة خارجية تحت هذا الشعار، تحت شعار منتخب الكويت، أكيد تعتبر مباراة مهمة. وصدقني يعني إحنا نطمح كلاعبين أن نطلع بصورة ممتازة، نتمنى أن نطبق توجيهات المدرب روميو اللي قالها لنا ونطلع بأفضل صورة. ومثل المباريات هذه بين المنتخب السوري والمنتخب الكويتي دائما مباريات تكون جميلة فيها عدة أهداف، تكون مباراة فيها ند بين الطرفين، وإن شاء الله نطلع مستوى يليق جميل يليق بالفريقين. مباراة غد هي مباراة مثل أي مباراة مهمة بالنسبة لنا، كونه ضمن تحضيراتنا لبطولة أمم آسيا اللي هي أهم بطولة قريبة لمنتخب سوريا. بلا شك منتخب الكويتي منتخب قوي، في عندهم عناصر جيدة، عندهم عناصر شابة، فريق متجدد. شفنا آخر مباراة لهم أمام منتخب العراقي، كان منتخب جيد مستحوذ طول المباراة. عندنا طموح نحن باستكمال تحضيراتنا لبطولة أمم آسيا، هو هذا اللي نحن دائما مركزين عليه. مباراة الغد أكيد مباراة مهمة من حيث النتيجة ومن حيث الأداء، نوصل
لمستوى كل لاعب في تقريبا هي مباراه ما قبل الاخيره التحضيريه لبطوله اسيا، وهي من اهم المباريات هي بتكون في الفتره الاخيره، ونتمنى تكون مباراه قويه نستفاد منها نحن كمنتخبين ونطلع باستفاده كبيره. ومن هذا المنبر للكابتن فهد العنزي معقل بكشار ان شاء الله وترجع اقوى واحسن. وما كنا يعني كنا انزعجنا على اصابتك، وان شاء الله نتمنى لك عوده حميده ان شاء الله. ونبقى في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، حيث أشارت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى أن الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الكويتي لمناقشة وبحث إقامة أول بطولة خليجية لكرة الصالات على مستوى السيدات جاء مثمرا للغاية. وأكدت بوشلاخ أن الاجتماع الذي عقد بحضور ممثل الاتحادات الخليجية تم خلاله التحدث بالأمور التنظيمية واللائحة الخاصة بالبطولة المقترح إقامتها في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل. كما أشارت بوشلاخ أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في نشاط الكرة النسائية من خلال إقامة دورات تدريبية للمحكمات والمدربات من أجل النهوض بكافة عناصر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسي كرة السيدات. كشف مصدر قضائي في العاصمة الفرنسية باريس أن الادعاء الفرنسي بدأ تحقيقات بشأن ادعاءات التمييز العنصري الموجهة لنادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم. وجاء ذلك بعد 11 يوما من تقرير نشره موقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي، وكشف أن مكتشفي المواهب بنادي باريس سان جيرمان والذين ينشطون خارج باريس قاموا بتصفين تصنيفات عرقية للاعبين للفريق تعتمد على أصولهم، وكان الموقع قد أوضح أن هؤلاء المسؤولين قاموا بتصنيف اللاعبين الشبان وتقسيمهم إلى لاعبين من أصول فرنسية ولاعبين من أصول شمال أفريقية ولاعبين أفارقة ذوي بشرة سمراء ولاعبين من أصول كاريبية. قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتوقف مع النشرة الجوية ونذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. تحية لكم وإلى اللقاء. يسعد لي مساكم مشاهدينا، نشرة جوية برعاية البنك الوطني. تأثرت البلاد بأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، متوقع أنها تستمر معانا إلى باكر الظهر بإذن الله. ننتقل حين مشاهدينا للصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 18 درجة مئوية، شمالها في مزارع العبدلي 15 درجة مئوية، جنوبها في مزارع الوفرة وفي مدينة الجهرة 16 درجة مئوية، في منطقة السالمي 14 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 18 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا راح تكون غائمة جزئياً مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. حالة البحر الليلة مشاهدينا قد تكون مزعجة لممارسة أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 2 إلى 5 قدم والتيارات المائية ضمن فترة الحمل. حين مشاهدينا ننتقل إلى الطقس المتوقع باكر. العظمى في مدينة الكويت 23 درجة مئوية، شمالا وجنوبا في مزارع العبدلي والوفرة 21 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 22 درجة مئوية، في منطقة السالمي 18 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 23 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا راح تتكاثر فيها السحب تدريجيا مع فرصة خفيفة لأمطار متفرقة. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. حالة البحر باكر مشاهدينا ما نصحكم إنكم تمارسون أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 3 إلى 6 قدم والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الحمل. حين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر مواقي الصلاة.
أما بالنسبة مشاهدين إلى الطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية بإذن الله، في يوم الثلاثاء أجواء رح تتكاثر فيها سحب تدريجيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة. درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. في يوم الأربعاء أجواء مشمسة، العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية. الرياح كذلك شمالية غربية قد تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة. بالنسبة مشاهدين إلى يوم الخميس أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق. العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية. الرياح جنوبية شرقية قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة إلى يوم الجمعة أجواء راح تكون غير مستقرة بإذن الله مع فرصة لأمطار رعدية. العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية. الرياح جنوبية شرقية قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا خلكم معنا لمعرفة التفاصيل حول درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.